ويا واتساب شباب، اليوم كالعادة والعويد رجعنا لكم بمسلسل تونسي جديد. اي نعم، بيه باش نقوي الريتم شوية ليامات، مش حتى ليامات، على طول العام باش نوليو كل يوم فيديو ولا زوز، كل يوم فيديو ولا زوز، كل يوم فيديو ولا زوز. بيه كالعادة والعويد، قبل ما نبداو في المسلسل ما تنساوش هكا اللايك، ما تنساوش هكا اللايك، هكا اللايك معناه فما برشا يدخل يتفرج وما يحطلكش لايك، او انتي داخل تتفرج ما حط لايك، دخلت تتفرج عجبك الفيديو حط لايك، علاش تدخل تتفرج وتخرج كل بهيم حاشاكم، ما هو حط لايك تدخل. وكيما تراو فيديوهاتي كل شنو اللي نهبط من غير مونتاج، نولي نصور تك ونهبط، صور تك ونهبط، مش ما ياكليش الوقت. واضحين باين. نتعدى للمسلسل من غير ما نطول عليكم الهدرة، ليتس جو شباب. انت اللي قلت عليهم بكري معهم مسك كده شبي متى بقى فيك شنو زال حبه عندك انا وين نعرف وما واحد منهم مسكين ما عمل شيء وما اللي خرك نلقى نشده ونقلع له محاشم ونطيشهم للكلاب يا عبيك يصرف تصرف عليش محاشم قلت الكلمة الأخرى وبلاتو دفروي شنو تحبه مع مسكي جلسون حاش الشهر حاش الشهر دور عند الحق صعيب ياسر بتحكي معاها الليلة ميونيش الليلة مفضل باهي ريضة نرويز من عند اليونيوستك تعرف هنا في رمشتين يطيروا بيك الحاكم أكثر من العباد كان خايف تنجم تمشي والله بالحق خليني ندبر سوا شبيك تخرم أنا مش مقدنا هناك الشوكة في حق اسمع برجو ليا باش نكلم خويا وخليه يتقرص مسلسل هذا ما عرفتش في باتي بيه مسلسل الغيبة بابا اللي حسب ما عارف مسلسل الغيبة هبط بها البارتي الليلة وقت هو اختفى اختفى وبعد سيبها ظهر لي هو ظهر لي